السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كورس. احنا النهارده في غبور الاطنيه جايين نصور الشيري تيجو 7. العربيه دي قيمه مقابل سعر كويسه جدا جدا، يمكن من احسن العربيات اللي في الفئه السعريه دي. هنشوف العربيه طبعا دي بتيجي بموتور 1500 سي تيربو متوصله بفتيس دول كلتش من 6 سرعات. هوريكم بروشور العربيه، هتشوفوا امكانياتها ومواصفاتها كلها، وهنخش جواها ونشوف الخامات اللي انا شايفها فوق الممتاز بالنسبه للفئه السعريه دي. هنشوف ارتفاع العربيه على الارض، هنشوف الامكانيات، هنشوف فتحه السقف البانوراما. هعرض لكم العربيه طبعا عرض تفصيلي، وفي الاخر هنتكلم عن مميزات وعيوب العربيه دي من وجهه نظري. العربيه دي اصلا انا شايف ان هي الصراحه كويسه، بس للاسف سعرها عايز ينزل من 5 ل 10000 جنيه كمان، عشان برضه في الاخر شيري محتاجه لسه تثبت وجودها في مصر للناس، وخصوصا السوق المصري لسه مش معترف قوي بفكره الشيري تيجو 7، خصوصا قدامها حاجات زي الام جي زد اس، ويعني عربيات صيني غيرها او اوروبي على حسب. فعشان عربيه زي دي صيني تقدر تنافس لازم سعرها يعني يتعدل شويه. طبعا لو استفسار على الواتس تقدروا تكلموني على 011-438-3854 على الواتس، وبرضه هسيب لكم الرقم في الوصف، وهسيب لكم اسعار العربيه دي في الوصف بكل فئاتها، غالبا هي فئه واحده اصلا، بس برضه اوريها لحضراتكم. وهتشوفوا العربيه دلوقتي عرض تفصيل ان شاء الله. نروح نشوف العربيه من جوه، بعد كده نشوف العربيه من ورا، وبعد كده نشوف الموتور والشنطه بتاعت العربيه. طبعا ده شكل العربيه كده من قدام، ده مفتاح العربيه اللي انا شايفه الصراحه شكله حلو جدا، يعني فعلا اوريكم حتى النسخة التانية عشان تشوف كلمة شيري مكتوبة على الظهر. شكل من قدام العربية دي فعلا انا شايف ان هي شكلها كويس، اوتوماتيك الكروم اللي هنا مع علامة شيري في النص، مع فتحة التهوية الواسعة جدا اللي انت ممكن من وراها كمان تشوف كل العربية تقريبا. تمام، حوض العربية الواسع، تمام، اضاءة العربية الامامية، الفجات طبعا، العربية فيها سنسور امامي هتلاقيه هنا، وهنلاقيه برضه هنا، وهنلاقيه ماشي مع العربية، ونفس الكلام هنا، وهتلاقي اخر واحده موجوده هنا، ده السنسور الامامي. هنخش دلوقتي بقى نشوف بقيه العربيه، نشوف كده العربيه من الجنب والجنوط. طبعا العربيه بتيجي بجنوط رياضيه مقاس 17 بوصه. ده جنط العربيه، طبعا مكتوب هنا زي ما قلت لحضراتكم R17، فالعربيه دي 255 على 65 R17، فالعربيه دي جنطه 17، والبروفايل بتاعها محترم جدا جدا. بروفايل زي ما انتم شايفين بروفايل عالي، يعني مش هتحس اصلا باي حاجه جوه العربيه، وعزلها يبقى كويس. طبعا اشارات العربيه في الجنب مش في المرايات. طبعا العربيه دي ضم كهربائي، وهنشوف كل ده دلوقتي لما نخش. دخول بصمه، يعني انا في ايدي المفتاح بصمه، هتقفل العربيه وهتقفل المرايات اوتوماتيك، ونفس الكلام هدوس تاني العربيه هتفتح وهتفتح المرايات. طبعا العربيه من فوق فيها فتحه سقف بانوراما كامله كهرباء. شكل العربيه من ورا طبعا شيري تيجو 7، الاضاءه الخلفيه الليد، مساحات العربيه الخلفيه، الاريال طبعا المدمج اللي هنا شارك، اريال شارك طبعا ما بيتشالش يتركب، هو ثابت في العربيه. كمان شويه طبعا بعد ما نخلص بس العربيه من جوه كمان هنشوف الشنطه بتاعتها ومساحتها. طبعا العربيه فيها هنا سنسور خلفي، فيها كاميرا خلفيه، طبعا دي اماكن السنسور. طبعا العربيه اكزوست بتاعها اهو، واكزوست تاني الناحيه التانيه، فالعربيه دبل اكزوست حقيقي ريال، مش فيك، يعني مش فيك اكزوست، لا دي فعلا فيها العربيه مخرجين للشكمان. شوف كده الناحيه التانيه نفس الكلام بالظبط. دلوقتي بقى ندخل جوه العربيه ونشوفها بالتفصيل، ونشوف ايه الامكانيات وايه الخامات اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا الطار اللي انا شايف صح شكلها حلو مش وحش، تمام. طبعا الطار العربيه مالتي فانكشن، تحكم البلوتوث من هنا، شكل العدلات اللي هوريهولكم دلوقتي. طبعا العربيه ستارت وستوب انجن، زرار الستارت وستوب انجن بتاعها ده طبعا متحكم فيه في السنسور الامامي والسنسور الخلفي. العربيه فيها هيل ستارت اسيست عشان نزول المنحدرات تقدر طبعا تتحكم فيه. التكييف بتاعها الى حد ما مانوال في اوتوماتيك كده يعني، تمام. الشاشه التاتش اللي هنجربها دلوقتي، الانتظار طبعا دي حاجات تتحكم في الشاشه بطريقه سريعه. طبعا بقى فيها فرامل لد كهرباء، وفيها اوتو هولد عشان طبعا الفرامل او الزحمه او الكلام ده، فيها اوتو هولد. الفتيس الدول كلتش الست سرعات، الخامات اللي فوق الممتاز، سوفت تاتش في كل حته في العربيه، كل حته. طبعا دي هنا كمان جلد متطرز، كل ده جلد متطرز، حتى الدريكسيون هنا اللي هو التنقيط ده بيسموه زي حاجه رياضيه عشان ايدك تبقى كويسه. الباب الجلد اللي فوق الممتاز زي ما قلت لحضراتكم، بص سوفت تاتش في كل حته في العربيه،
عربية كلها سوفت تاتش. نفس الكلام هنا طبعا، الازاز كله بضغطة واحدة، فالازاز كله يعتبر بضغطة واحدة. ممكن كده نشوف كده البطارية بتاعتها، تمام. ده كده زي صوت ترحيبي. طبعا الشاشة زي ما قلت هي تاتش. تمام. طبعا كل ده تقدر تتحكم طبعا من هنا، انت تقدر تتحكم هنا من هنا في الشاشة، عشان طبعا الشاشة زي ما قلت لكم مالتي فانكشن. الصوت كويس يعني، مش احسن حاجة او مش احسن نظام صوتي، بس كويس يعني. النظام الصوتي مش احسن حاجة. طبعا بنقفله من هنا الراديو لو عايزين نخرج. طبعا ده بلوتوث لو انت مشغل بلوتوث، ده الميوزك لو انت مشغل ميوزك، ده الراديو، تمام. ده هنا يقول لك العربيه لو انت فاتح حاجه، الكاميرا الخلفيه، بس دي تم تبقى شغاله لما تجيبها على الريفرس. بس انا حتى احاول اجيبها على الريفرس، لازم العربيه تكون دايره عشان اعرف اجيبها على الريفرس، تمام. طبعا مش عايز ادورها عشان احنا في يعني في مكان مغلق، فالصوت هيبقى عالي جدا بتاع الموتور، فانا مش عايز يعني مش هينفع ادورها عشان بس الازعاج، تمام. طبعا اتحكم بقى في كل حاجه هنا يعني اللي انت عايزها. اتحكم في الشاشه، يعني الشاشه، بص الشاشه مش احسن حاجه عشان بس الناس متفقين، الشاشه مش هتديك احسن حاجه، الشاشه مش احسن اوبشن او مش احسن اداء في الشاشه. شاشه كبيره بس ما تنتظرش منها كتير قوي يعني، تمام. طبعا فيها اندرويد وفيها ابل كار بلاي وفيها كل الكلام ده، بس برضو مش احسن حاجه في الدنيا. طبعا ده التكييف، تمام. يعني كل ده في الاخر حاجات عبيطه يعني. طبعا اتحكم برضو من هنا، دي ضيحه الزراير، تمام. فيعني تحكم كل حاجه اصلا من تحت. الازاز اللي بضغطه واحده كله، الازاز كله بضغطه واحده. شغلنا العدادات، الازاز اللي كله ضغطه واحده، ونفس الكلام كله ضغطه واحده. العربيه كلها ازازها ضغطه واحده، فطبعا دي حاجه كويسه جدا يعني بالنسبه للعربيه في الفئه دي. طبعا فيها زي ما قلنا شفنا اي بي سي، فيها كذا حاجه وفيها اوبشنات كتيره جدا، بس انا زي ما قلت لكم مش هينفع بس ادور علشان الازعاج بتاع الناس يعني، فانا مش هينفع احاول اعمل اي حاجه عشان ما اضايقش حد، تمام. طبعا هنا مرايه من زيتيه التعتيم مانيوال، فتحه السقف، بانوراما زي ما شايفين كده، وممكن تكمل كمان لو انت عايز لحد الاخر. الازاز ده نفسه بيتفتح لو انتوا شايفين كده، كهرباء بالكامل، ده بانوراما كهرباء زي ما انا قلت. وتقفل دي، وتقفل دي، هتقفل الاتنين في الاخر. قفلنا الاول دي، وبعد كده نقفل دي، تمام. طبعا الاضاءات الداخليه نكملها كمان. الاضاءات الداخليه طبعا كلها بتبقى مفروض ده مكان للنضارات، طب زي ما انتم شايفين كده خزن فيه نضاره. طبعا دي اضاءات ليد زي ما شايفين، يعني جديده كده في شكلها حلو، مش وحش يعني، شكلها مش وحش، شكلها حلو جدا. فزي ما قلت، زي ما قلت لحضراتكم، الخامات كويسه في تيس الدور كلاتش، قعده الكرسي مريحه. طبعا الفرش طبعا جلد بجداره، جلد في كل حته في العربيه الصراحه، وسوفت تاتش. بص يعني مريح جدا جدا، الكرسي متبطن تبطين محترم يعني، الكرسي فعلا متبطن تبطين محترم. فانا شايف غير كده بقى اللي هو نظام البيانو، اللي هو بقى حاجه زي الخشب كده، هو بلاستيك بس متطعم مع الكروم مع الخامات. لا الصراحه خامات العربيه فوق الممتاز. اكتر حاجه عجبتني جوه العربيه دي هي خاماتها، وحتى الدركسيون اللي هنا ماسكه. بص الدركسيون دي كات يعني، من الاخر الدركسيون او العربيه او الخامات، كل ده فوق الممتاز، فوق الممتاز الصراحه، فوق الممتاز. العربيه مفيش عندي اي تعليق على خاماتها ولا شكلها الداخلي. تعليقي في ايه هقوله في اخر الفيديو، لكن العربيه كشكل وكخامات وامكانيات واوبشن عالي جدا جدا جدا، حتى كاداء 1500 سي سي تربو مفيش عندي فيه اي ملاحظات. نرجع بقى نشوف قعده العربيه من ورا. دلوقتي احنا كده قاعدين في العربيه من ورا. العربيه مريحه جدا وواسعه يعني، دي من ضمن الحاجات اللي انا شفتها. وفيها طبعا عربيه طبعا فيها تكييف خلفي شايفينه هنا، تمام.
زي ما قلت لحضراتكم القعده ورا كويسه جدا ومريحه وواسعه. طبعا الخامات بقى زي ما قلت لكم التبطين، الخامات الخلفيه طبعا الازاز برده هنا كله ضغط واحده زي ما انتم شايفين، شايل ايده وهي بيفتح، نفس الكلام في الرف الازاز. يعني في الاخر وفي الاول عربيه كلها امكانيات، طبعا نفس الكلام نفس الخامات، طبعا دي بس اللي بلاستيك بس عادي يعني كويس ان هو هنا في تطريز وهنا في جلد. تمام طبعا ده شكل العربيه من ورا، اوريها برده لحضراتكم. نيجي بقى نبص كده قاعده في النص، انا قاعد ومستريح جدا يعني، ده كمان راجع ورا شويه بس انا كقاعده قاعد مستريح ودماغي يعني يا دوبك لمسه السقف بس كويس كتوتال، مش وحش القعده في النص، كويسه ومريحه جدا يعني مش وحشه كويسه. نروح بقى نبص دلوقتي كده على موتور العربيه. ده كده حوض الموتور والشكل بتاعه، طبعا الموتور انا زي ما انتم شايفين متغطي، الموتور ده اصلا تربو 1500 تربو متغطي كده، وهنا في علامه شيري. تمام ده دي البطاريه بتاعت العربيه، الاوضه زي ما قلت لكم واسع، والشاسيه بتاعها لو نبص ده الشاسيه واصل لحد الاخر داخل اللي جوه كمان، انا عايز اوريه لكم كده داخل لحد الاخر ومكمل، فطبعا دي حاجه كويسه جدا مدي العربيه قوه. طبعا ده زيت مايتر، انا اسف ده مايتر رادياتير مكان مايتر المساحات. شوف هنا مستوى زيت الموتور، كل حاجه واضحه قدامك وسهله جدا انت توصل لها، فلتر الهواء، البطاحات بتاعت العربيه، والخامات اللي فوق الوصف. صراحه العربيه من كل الاشكال لا كويسه، حتى العزل اللي انت شايفينه ورا بتاع الموتور عزل محترم، وفي كذا طبقه عزل يعني هنا في وهنا في طبقه ثانيه عشان صوت الموتور ما يوصلش لجوه، هو اصلا الموتور بطبعه صوته هادي يعني. ده كان بالنسبه كده لشكل الموتور او شكل حوض الموتور. نروح دلوقتي نبص على شنطه العربيه. نبص بقى دلوقتي كده على شنطه العربيه، نفتح كده نبص على شنطه العربيه. طبعا دي الكاميرا الخلفيه ودي شنطة العربية. طبعا الشنطة كويسة مش أوسع حاجة بس في نفس الوقت مش وحشة، بس مش أوسع حاجة في الفئة يعني، في أكبر منها شوية، بس هو فرق المساحات مديها لك جوه في الصالون، الصالون جوه مريح جدا. وهنا بص بقى هنا في شوية حاجات كده تخزن، أماكن تخزين بسيطة. تمام يعني بصراحة بكل الأشكال الشنطة مش وحشة. نبص كده على الاستبن، طبعا الاستبن للأسف جاي طاسة مش جاي جنط، وكمان طاسة صغيرة يعني مش 17، تحس إنه صغيرة جدا الكاوتش، كاوتش احتياطي ما ينفعش تمشي عليه كتير نهائيا لأي سبب من الأسباب، هو لغاية المكان التصليح أو مكان الإصلاح بتاع الكاوتش وفقط لا غير، يفضل كمان ما تمشيش بيه أصلا يعني. بس فده كان بالنسبة للشنطة. دلوقتي بقى هكلم حضراتكم وأقول لكم كل المميزات والعيوب اللي أنا شايفها في العربية دي من الأول للآخر. ده كان نهاية الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. العربية دي زي ما قلت لكم بتيجي بمنظومة قوة كويسة مش وحشة. طب هتقول لي ايه مميزات وعيوب العربيه دي؟ مميزات العربيه دي صراحه ادائها، خاماتها فوق الوصف، ادائها كويس، دول كلاش 6 سرعات مع موتور 1500 سي سي تربو، يعني في الاخر من الاول للاخر كده العربيه كويسه مش وحشه، ما اقدرش اقول لك ان العربيه دي وحشه. مميزاتها زي ما قلت لك قعدتها مريحه جدا، انا قعدت جواها طويل، القعده ورا حتى في النص كويسه ما كانش فيها اي مشكله. عيوبها بس عيوبها من وجهه نظري ان في الاخر العربيه يعني مش احسن حاجه في الفئه السعريه دي، سعرها محتاج ينزل من 5 ل 10000 جنيه تاني عشان تبقى قيمه مقابل السعر. غير دوت في العربيه ما فيش فيها اي مشكله، خامتها صاجها تقيل، خامتها محترمه، قعدتها مريحه، ما فيش فيها اي مشكله، ممكن تقابل اي حد تقريبا يعني. والاستفسار على الواتس دلوقتي تبعته لي 011-438-3854 وان شاء الله ارد على حضراتكم في اسرع وقت من دون اي مشكله يعني. ده كان نهايه الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم احمد عمرو من كراكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته.